رخاصة أخشان قد تحتار أبني تعال تعال وقفوا تعال ضمننا أخشان فلسطين لأنه فلسطين بس عربية لله للبحر نعم لا ما زال ما شو شيء ما شو خير لا هذا الشيء العرش أنا مولانا يوم أخذ جوا نحن وتم التلوش متحم بين عتيرنا نحن وتم شتم كل كحمي نحن نحن بياخد نجد هاكيبوش نجد هاكيبوش هاي اسرائيلي لفلسطين بقدم عم همدينة فلسطينيه عم همدينة فلسطينيه على على ارث فلسطين حركة يهودية ضد الاحتلال ضد احتلال الصهيوني لفلسطين هم واقفين مع الشعب الفلسطيني وبيعتبروا حالهم فلسطينية ومع إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس هم ضد الاحتلال هم ضد إقامة حتى دولة إسرائيل على فلسطين بقولوا هذا خطأ تاريخي يجب أن لا يكون يجب أن لا يكون هم مع الشعب الفلسطيني ومع دولة فلسطينية وضد كل سياسة الاحتلال في القتل والهدم وما يقوم به الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني زيارتنا المخيم بتمثل إنه رمزية إنه حتى في كمان يهود إحنا لسنا ضد الديانة اليهودية إحنا ناس مسلمين من آمن بالديانة اليهودية من آمن بالديانة المسيحية من آمن بالأديان من آمن بالسلام وهم كمان بيآمنوا بالسلام وبيآمنوا إنه نعيش كلياتنا مع بعض نعيش كلياتنا مع بعض بسلام داخل فلسطين وكل إنسان يأخذ حقوقه ويجب أن نوقفهم